تغيير الديكور في المنزل يشعرنا بالسعادة والتجديد، ويعد المطبخ من الغرف التي نمضي فيها جزءا كبيرا من يومنا، فكيف نجدد ديكور المطبخ بميزانية صغيرة؟ هذا موضوعنا لليوم مع ليليان ملاح، مهندسة الديكور وخبيرة ألوان. وصباح الخير لك يا ليليان، كيفك اليوم؟ أنا منيحة، شو الأخبار؟ الحمد لله، يعني كل شيء اليوم منيح. موضوعنا مميز، وهيك يعني بعرف إنه رح تقدمي لنا هيك شيء كتير حلو مميز فيه ديكور المطبخ وتغييره، وعندك تحدي آخر هو الميزانية الصغيرة. صحيح، كيف بنقدر نجمع بين تغيير بديكور مطبخ وبين ميزانية صغيرة؟ بقصص كتير بسيطة وعملية أوقات متوفرة عنا بالبيت فينا نعمل هيدا الشيء. فكيف إذا كنا بدنا نقدم هيدا الشيء لست البيت اللي نعم، بتقضي أكترية وقتها بالمطبخ، بمجرد ما هي تكون مبسوطة بدها تنقل هيدي السعادة لكل أفراد بيتها. صحيح. كرمال هيك هلأ مثل ما بده يقطع معنا صور، بدنا نشوف أنه أول شيء بدنا نعمله بس يكون بدنا نجدد مطبخنا أنه نشيل الكراكيب، يعني كل شيء اسمه رتبة بدنا نطلع منه ونروح صوب كل شيء اسمه ترتيب. وانس رتبنا، خاصة بس تشوفي يعني رتبنا المجلة والطاولة، بتحسي نوعا ما نفسيا نحن يعني انبسطنا مقبلين على تغيير يعني. مزبوط. صحيح. فكيف فينا نغير؟ أول شيء إذا ما كان عندنا طاولة بالمطبخ أو عندنا طاولة وشوي صارت قديمة، ببادجت كتير بسيطة فينا نغير الطاولة اللي بتغير لنا اللوك كليا. أوقات ممكن نتركها نجدد لونها ونغير قماش الكراسي إذا ما بدنا نغيرهم. حلو. ممكن نحط لها مفرش، وأكيد داخل لون حجات فواكه بنصها أو زهور، إذا كان عندنا كمان ورد طبيعي بيكون كمان بعد أجمل. حلو كتير. شو فينا بعد نعمل؟ خبريني. أوكي، فينا نحط سجادة قدام المجلة اللي هي بتبقى تمتص المي، هي كمان بتعطيكي هيك يعني أول ما بتفوتي بتحسي أنه في شيء كتير حلو. كتير حلو كمان أنه نزرع أشياء بالمطبخ اللي إحنا بنقدر نستفيد منها بالطبخ، مثل النعنع. حلو، وبيعطي ريحة كمان، بيعطي ريحة وبيعطي شكل. الحبق. مظبوط، كتير حلوين. نعم. معك حق. أول شيء منقطف منهم، بنكون عم نستفيد منهم أنه لطبخنا، بيعطونا ريحة كتير حلوة، وبنفس الوقت فوتنا الخضار. هلأ إذا ما بنقدر نزرع أو ما عنا كتير وقت أنه نهتم فيهم، مع أنه هم ما بدهم يعني كتير اهتمام، فينا نحط الورد الاصطناعي. أهم شيء هلأ كتير بتحسي ستايل وكتير ترند وقتا نحط البار الحديد ونعلق فيها طاسات كتير صغيرة يبقى فيها خضار، أو المقيت اللي بدنا نشرب فيها. هون بنكون استفدنا أنه ضل سطح المطبخ على طول نظيف وما في أغراض، وعطوا شكل إضافي بالمطبخ أنه يكون حلو. حلو. هودي كمان فينا نستفيد منها. هدول الأشياء كتير مهمة وعن جد فينا نستفيد منها، ولكن اللي عم نشوفهم الصور اللي عم بيقطعوا قدامنا إن صور يعني لمطابخ اصلا حلوه، يعني اصلا المطبخ حلو، حتى لو هيك مرتب. كان في شويه عجقه حيطلع حلو، ولكن ماذا بالنسبه للمطابخ اللي هيك يعني اللي هي تقليديه بتعرفيها تجاريه، ممكن واحد ياخذ بيت ما يكون المطبخ هو احلى مطبخ او هو احلى غرفه بالبيت بالمنزل. هل هناك مثلا غير موضوع الزهور اللي تحدثتي عنه او النباتات، هل هناك اكسسوارات اخرى ممكن انه تضفي هيك جو من هيك التغيير الجميل؟ اكيد ولا هو بحاجه للتنقيص يعني اكثر ربما؟ لا، هلا نحن فينا اول شيء نوزع الادوات الكهربائيه بطريقه ثانيه، يكونوا بطريقه كثير مرتبين، وكيف نحن بنحتاجهم، يعني في اشياء يمكن ما بنحتاجها نستعملها كل يوم، مش ضروري نتركها على المجله، نحن بنصير نخفف منهم ونترك الاشياء اللي هي نحن بحاجتها، ممكن نضيف ارفف تنحط عليها هودي الاشياء او شوية ديكور. اذا منسافر واوقات كثير منسافر وبنشتري معنا الماجنتكس، بنقدر نحطهم على البراد ونقدر نحط صور تبع العائله وقتها تكون مسافره سوا، هو كمان بيعطوا اشياء كثير حلوه. حتى فينا نغير يعني سطح المجله، اذا كان مثلا صار قديم بنقدر نحط شيء ثاني جديد، واذا ما بدنا كثير ندفع عليه في نوعيه من الخشب اللي هي بس مختصه تكون للمطبخ اللي بتتحمل المي، كمان بنقدر نغيرها، هون بتعطيكي انه ايحاء كثير انه غيرتي بالمطبخ. بعض الخزاين مثل ما هون عم نشوف بنقدر نقلبهم من خشب ونحط فيهم ازاز، بالازاز انت بترتبي الكبايات والصحون. حلو. كمان بيعطي اول شيء بيعطي وسع اكثر للمطبخ. وبنفس الوقت فينا نغير المقابض، يعني الهندلز تبع النوبس تبع الادراج وتبع الخزانات، ممكن نحط للادراج مثلا شكل، وللدرف
شكل تاني من نفس اللون كمان بيعطي كتير حلو. الإضاءة بتلعب دور كتير أساسي. نعم. وأكيد فينا نضيف ستارة، ستارة كتير بسيطة بس كمان بتعطي جمالية كتير حلوة بالمطبخ. بالنسبة لاختيار الإضاءة عم نلاقي إنه بكتير من الصور أيضاً اللي مرت أمامنا واللي بنعرفها إنه أنواع الإضاءة اللي بتنحط بالمطبخ بتكون مختلفة عن يعني الإضاءة التي تختار للغرف، غرفة الجلوس صحيح. أو حتى غرف النوم. شو الأشياء اللي لازم نراعيها لما نغير إضاءة المطبخ؟ أول شيء بدنا ننتبه أنه الإضاءة اللي بتجي فوق المجلى، يعني مطرح ما نحن بنكون عم نقصقص، بدها تكون قوية تننتبه كرمال ما يصير عنا أي مشكلة بالقص بإيدينا. نعم. نحن وعم نستعملها، أو إذا كنا نحن مثلا عنا آيلاند بنص المطبخ كمان الإضاءة اللي بتجي فوق الآيلاند هي تكون المركزة القوية. طب الإضاءة اللي فيها تفاصيل، يعني التريات اللي فيها تفاصيل، هل محبذة بالمطبخ؟ بتعرف المطبخ في آلي وفي يعني في أشياء ممكن إنه فعلا تزيد هيك من يمكن الأوساخ بالمطبخ أو الدهون على المناطق، هل محبذة هالأنواع؟ ما تكون قريبة على الغاز، إذا المطبخ كتير صغير أكيد مش محبذ، بس إذا المطبخ كبير وفي وسع لإله بيطلع كتير حلو. نعم، كنت عم تحكي عن الستارة لأي مدى أيضا هي مهمة وبتضفي جمالية، شو هي الاعتبارات الأساسية لاختيار ستارة للمطبخ؟ الأقماش الإضاءة لازم تكون مثلا واضحة لما بتدخل بالمطبخ أو ما يكون فيها عازل، صح؟ لا، الأفضل ما يكون فيها عازل وما تكون بكتير فيها يعني تفاصيل، إيه يعني تزركو شو هيك، لا شو ما كانت سيمبل شو ما كانت أجمل. عم نلاقي مرات الفرنش ستايل أو الكونتري ستايل بيروحوا للزركشي يمكن البسيطة، أكثر، الزركش البسيطة يعني، أو يمكن شكلها للستارة نفسها اللي بتجي معلية شوي من تحت بديزاين مع شيء خفيف من الربن، هيدي بيبقى حلو لأنه كمان بدنا نلحق ستايل المطبخ. حسب إذا كان ستايل كتير كلاسيك طبعا ما فيك تجي تحطي له مثلا عازل الشمس السان سكرين، بدك تحطي له قماش بس منروح صوب يعني الأشياء الناعمة. نعم نعم. الطاولة الأساسية وتحدثتي عن أنه فينا نغير فيها للطاولة الأساسية أكيد. بالمطبخ أكيد. هل أنت من يعني يعني من الناس اللي بيشجعوا على أنه تكون الطاولة كبيرة أو تكون الطاولة بسيطة وصغيرة، الطاولات الخشب أم الطاولات المعدنية، وين يروح الشخص؟ حسب أول شيء مساحة المطبخ. نعم. إذا كان المطبخ منه كبير أكيد ما منحبذ تكون الطاولة الكبيرة. نعم. لأنه بدها تاكل من مساحة المطبخ وبتعيق يعني المرور، حركة المرور. هون فينا نجيب أكيد الطاولة اللي ممكن تفتح وقتها تجتمع العيلة، تنفتح الطاولة وقتها يكون ما في يعني مش وقت الأكل، ممكن تنضب بطريقة نقدر نستفيد منها نحط عليها شي ديكور بس بنفس الوقت ما تعيق الحركة. نعم. إذا كان المطبخ كبير وببعض المطارح بنشوف أنه المطبخ صار مفتوح على الليفينج روم، يعني مرقنا بستايلات كتير مثل المينيماليزم وهيك، بتحسي انه المطبخ هو مفتوح على الصاله، فبتكون هون طاوله المطبخ عم تستخدم كغرفه طعام بنفس الوقت مطبخ. نعم. هون الطاوله بتكون كبيره. ليليان، احد الاسئله اللي عم توصلنا الان، المنازل اللي مستاجره، عم بيقول انه اذا انا استاجرت منزل بده يكون المطبخ اصلا جاهز وربما يكون بالوان مختلفه عن ذوقنا، هل هناك إعادة لطلاء هذه الألوان فيما يتعلق بخزائن المطبخ وما إلى ذلك؟ أكيد. وقديه مكلف هذا الشيء؟ لأنه عم نحكي عن شيء بادجت خفيف نحن. هلا وقت يكون عادة وقت تكون الشقة المستأجرة ما بتبقى الماتيريال تبع الخشب تبعهم عالية. فبهيدي الحالة نقدر نكسيهم. أو نحط عليهم تجليد بس على شرط بده يتجلد بطريقة ممتازة تا ما يصير في عنا بقع على الهواء. بده شخص احترافي يعني. مزبوط يعملهم. وهول الأشياء أبداً منا مكلفة. تعطيك كتير حلو، بتغير اصلا اكيد من جو المطبخ خاصه بالشقق الصغيره عم بيكون المطبخ كتير صغير. نعم. اوقات الالوان ما بتكون مناسبه لا لذوقنا ولا لا يمكن فرش البيت، فبهيدي الحاله نلجا انه نحن نغيرهم تما ندفع كتير عليهم، وبنفس الوقت بيعطينا انه شيء حلو ممكن. نعم. نحن مبسوطين فيه. طيب بالنسبه للبار تبع المطبخ والالوان تبعته، يعني هون عم نلاقي بين الابيض وبين الاسود هناك في الوان اسود بتكون هيك داكنه ممكن مزبوط. غير محببه او الوان اخرى غير محببه بالنسبه للشخص، هل هناك طريقه ايضا لتغيير هذا اللون؟ اكيد، يعني باقل التكاليف من غير ما نقبع ونحط مزبوط. نعم. مثل ما حكينا فينا نحن نجلد فوقه. أه. او بنقدر نحط نوع اللي هو بس
يعني مخصص للمطبخ، أها. مثل انواع الخشب، يعني هون بتكوني كسرتي حتى ستايل المطبخ، أها. عم بيعطي كتير حلو وعم بيدوم لوقت كتير طويل. نعم. والطلاء ما بدنا ننسى اكيد اذا بنعمل اعادة صبغ للمطبخ، نعم. اوقات لون الصبغ لحاله او نحط يمكن وول بيبر اللي هو كمان بيتحمل يعني الرطوبة والمي وهيك اشياء، نعم. بيقدر كمان يساعدنا وبيغير. أها. بدي أشكرك كثير ليان شكرا على كل لك. هالأفكار هيك الجميلة والجديدة دائما، يعني بسيطة. تقدمينا كل ما هو جديد. مهندسة الديكور وخبيرة الألوان ليان ملاح، شكرا لك. شكرا هبة.